حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. اليوم معانا مبدع ومميز جاينا من جده، ام خلينا نقول ام الرخا والشده، صح؟ صحيح. الله عليك، كيف الاجواء عندكم في جده؟ حر يا اخي. انت انا قلت جده كذا حسيت اني ودي اروح البحر. يا اخي البحر يعطي طاقه ايجابيه وطاقه جميله. يلا اكيد اكيد. يعطيك العافيه. اليوم معانا معاذ الزهراني او ابو زهره. نسميك ابو زهره ولا معاذ؟ اللي يعجبك. الله يعطيك العافيه. اليوم احد مشاهير السوشيال ميديا، نتعرف عليه احنا وياكم. كيف بدايته وكيف كانت الانطلاقه؟ تفضل. بدايتي صورت مقطع ميوزيكلي، اوكي، وارسلته لكل المشاهير اللي عندي، تمام، عشان تكون بدايه. ما توقعت اني احد بينشر لي وبنشهر، تمام. حلو. وجات مشاهدات. ما شاء الله. كم صار عندك مشاهدات؟ تقريبا زي ما تقول 5000 6000 زي كذا. ما شاء الله. حلو. من بعدها صرت تتكمل؟ من بعدها بدأت. حلو. بديت في الميوزيكلي. ايش تسوي في الميوزيكلي؟ اصور. اصور الميوزيكلي، اقلد حركات، اسوي شيء زي كذا. يعني الحين الميوزيكلي هو الحين انا اقول يطيح فيه الناس؟ ايوه اكيد. والانستغرام خلاص خلوه. انا انزل في الانستغرام، انزل في السناب. وانزل في الانستغرام. حلو. لا بس اقصد وش الاكثر يعني الميوزيكلي؟ ايوه اكثر شيء الميوزيكلي. انا اكثر شيء صار. ايوه السناب يومياتي. يومياتك. ايش ايش اليوميات اللي تسويها في السناب؟ مثلا اروح على المدرسه اصور، اسافر اصور. حلو. اروح اصلي اصور، اروح البقاله اصور، كل شيء. ما شاء الله. كل شيء. حلو. كيف تشوف انه نفسك بعد الشهر لما شهر صار الناس تتابعونك وكذا؟ اكيد صار عندك هم انه لازم تقدم رساله صح للناس اللي تتابعك، صح؟ الا اكيد اكيد اكيد. شيء طبيعي اكيد. ايش ممكن صار عندك يعني شعور؟ شعور تغيرت. تغيرت حياتك صح؟ بدا في كنترول في حياتك صح؟ اي اكيد. ايش كمان؟ تغيرت مره كثير انا. حلو. ايش اليوم ممكن نقول للناس اللي تتابعنا انه تستفيد من تجربه مثلا معاذ؟ وش هي؟ كنت زمان من شخص بسيط الى شخص مشهور. كنت زمان لما مثلا انزل اروح البقاله اروح زي كذا البس لبس عادي، البس ثوب، البس اي شيء. الحين صرت اني البس لازم ملابس يعني حلو، فهمت؟ عشان من زي احد يشوفني زي كذا. حلو. يعني الحين تشخص. اي لازم. بس حلو انه كمان انه لما تربط الشهره في خلينا نقول في حياتك اليوميه اللي هي نفس الاول، ما تتقيد انه برستيج وكذا عشان تنجح. لا في السناب غير انا وفي الحقيقه مره. الله يعطيك العافيه. طيب ايش ممكن احنا اليوم نشوف احد الشغلات اللي ممكن تسويها لنا؟ ممكن اصور لك الميوزيكلي. يلا صور لنا عندك. أوكي. الحين شوف احنا وياكم، لانه صراحه الفتره هذه قاعدين نشوف ما شاء الله مشاهير في الميوزيكلي ما شاء الله. خلينا نشوف اليوم تصوير. يلا تفضل. عندك هنا عندك يعني تسرع. تفضل. يلا عندك تسرع، تخلي سرعه قليله. تخلي السرعه مره. يلا نشوف. بطيء. وريني بس مثلا الحين احط. يلا خلينا نشوف السرعه بشويش. يلا وضع الصور. بسم الله. وقف. حلو. ولما اسوي زي كذا تجي حركه. انت تسوي اكثر من حركه صح؟ ايوه حركات. حلو. وما اقدر بقولك يا. ولما اسوي زي كذا شوف. توقف بعدين. ايوه. حلو. شوف الحين. ما شاء الله. يعطيك العافية معاذ. ايش حاب تقول في نهاية اللقاء؟ وش حاب تتكلم عنه اليوم في نهاية اللقاء؟ وحاب توصل رسالتك. تفضل. حاب القي هدايا. تفضل. لأستاذي أستاذ شرف. حق إنجليزي. هو يعني اللي أنا قلت له عن الشهرة وزي كذا، وقال لي واصل ومن ذا الكلام. ممتاز. الله يعطيك العافية. حاب القي هدايا له. وبعد حاب القي هدايا لاصحابي هم. أيوه. برضو دعموني كثير. عبد الغامدي ونوف الماوري وعزام الغامدي. أيوه. وريان بالملفي. يعطيك العافيه. شكرا لتواجدك معنا. نشوفك ان شاء الله المقاطع توصل ان شاء الله باذن الله لجميع انحاء العالم. نشوف احنا وياكم لقاءات صغار ستار ونرجع لكم. نزل هالنظاره وشوف.